في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. اليوم بحلقتنا رح نرجع نستضيف السب الأمور أيوب. حلقات سابقة عن التخلص من فوبيا البالون وحلقات تانية. اليوم بحلقتنا حنشوف مع بعضنا بالفيديوهات المرفقة كمان كيف اشتغلت مسلونة مع أيوب لنتخلص من فوبيا استخدام التريدميل أو مكانة المشي، لأنه كان عنده خوف منها ومن استخدام أدوات رياضية وهي جزء كانت من برنامجه التعليمي. فقبل ما نبتدي هالبرنامج هيدا معه، أكيد شاف رفقاته على الفيديو هني وعم يستخدموا المشين وهني مبسوطين، وشاف معلماته بنفس الوقت، وبعدين عملنا ديسنسيتايز لفيت على الغرفة وتعرف عليها وكان مرتاح بمحيطها. حنشوف سوا بالفيديو الأول كيف مسلونا عملت مقاربة إيجابية لأن وجودها محبب بالنسبة لأيوب، وكانت عم تعمل مقاربة إيجابية مع وجودها والتريدميل لتخفف الخوف من استخدامها. فاستخدم تقنية إعادة التوجيه أنه تلهي بالعد من 1 لـ5 1 to 5 بس هو ومش عم يبكي. فحتشوفوا بالفيديو كيف تم إعادة توجيهه، لبعدين تشوفوا بالفيديو الثاني كيف مسلونة اشتغلت معه بنفس الجلسة، كيف يوقف على التريدميل وهي مطفية لنكسر الخوف، يتحمل الوقوف عليها لثواني بسيطة. وبعدين أيوب بحب كتير السيارات، استخدمنا كمان السيارة لنعمل مقاربة إيجابية، فقالت له أنه يحط السيارة وشغلت التريدميل. بتشوفوا بالفيديو رقم 3 كيف عم بيشوف سيارة عم تتحرك على التريدميل وعم يتبع تعليماتها لمسنونة يحط السيارة مع إعطائه تشجيع واستخدام كلمات محببة واكسايتمنت، إنه نوع من إنه مبسوط كتير، وبتشوفوا تعبير وشه كيف مرتاح فيها لأنه استخدمنا كمان السيارة وشاف كيف عم تتحرك على التريدميل. بالفيديو رقم 4 بتشوفوا مسلونة هلأ عم تمشي على التريدميل بشكل بطيء مدورتها على سرعة خفيفة، وبنفس الوقت أيوب عم يحمل السيارة الصفراء وبيمشيها على التريدميل. اللي تشوفوا بفيديو رقم 5 وهي كانت بنفس الجلسة اللي أخذت 25 دقيقة كيف أيوب عم يستخدم التريدميل ويمشي بشكل سريع وهو مبسوط. وحبينا شارككم هالتجربة مع أيوب الأمور ونقلكن مع الشغل المحبب بطريقة ملموسة لأولادنا واتباع المقاربة الإيجابية بنقدر نساعد أولادنا ليتخلصوا من الخوف. كانت معكم الدكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء غدا. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.